صالح جمعه والتألق الواضح لصالح جمعه خلال هذه الفتره، اعتقد ان هو وجوده مهم جدا. ومقارنته بمين بقى؟ باحمد كابوريا لاعب نادي طلائع الجيش. صالح جمعه بصراحه بيفرق قوي مع النادي الاهلي، وهو بدنيا بيستعيد فورمته تدريجيا بالمباريات هتجيبه. يمكن هو طبعا رقم 10، كابوريا رقم 22، السن طبعا صالح اصغر 25 سنه، كابوريا 31 سنه. عدد المشاركات، صالح لعب السنه دي 6 مشاركات بس ب 267 دقيقه، مسجل هدفين. كابوريا لعب 26 مشاركه ب 1610 دقيقه، جايب 4 اهداف وصانع جونين. طبعا مقارنه بعدد الدقائق، فصالح ان شاء الله لو لعب ممكن يكون سر الفوز باذن الله بالدوري باذن الله، يعني لان صالح حته صناعه اللعب دي رقم واحد في مصر لو في حالته.